الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الحين ما نبغى قهوة، قهوة روحك حق فتشة راسك. شو ما تبغون قهوة؟ لأنك ناش توك ناش من رقاد. أنا مواصل. زين مواصل. والله تعب الصدق. من البارحة. إي والله. عاد ما شاء الله عليك أكثر من شغلة. يوم أسألك تلفون وين الداكع وصلت؟ رديت دبي وصرت الدوام ومريت التلفزيون وشغلة. قلت يا أخوي خلص أشغالي جمال، المفروض يعني الأشغال كنت أخلصها قبل رمضان. صح، حصلت فرصة في رمضان أخلص أنا أخوي بعد ما تعرف. شوف إذا ما استغليت اليوم اللي فاضي فيه. صدق والله. والله ما تلحق. مروان شو تسوي مروان؟ شو أسوي؟ شو تسوي؟ صب قهوة. عمي. عمك ملاك بديك. والله. ما تغير تبدل. في يدك. بس يعني الحين عمي بسألك سؤال. نعم. يوم يقولون والله القهوة مقندة. شو معنات القهوة مقندة؟ القهوة مقندة. نعم. تقند الرأس. تفتح كانك إنسان ضاري على القهوة تشرب قهوة تلقاه تفتح من آخرك توحد عيونك الله أكبر. شو إيه نعم هذا منشطات يسمونها شو عيني لأن هاي قهوة يقول لك الحين أنا رأسي داير إذا ما شربت فنجان قهوة ما برج ما أشوف هاي قهوة وخص تفتش الرأس يعني تفتش الرأس صح يقولون الشواب الأوليين هذا البدو هاي مزارع يقولون القهوة الدلة اللي ما تقند من الهيل شروا العيوز اللي اخذ باذن سمع جمهور شو جمهور هو تعال احنا بدينا صدق ايه بدينا عندك تو ناشخ اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرحب فيكم مساكم الله بالخير في برنامجكم شفاية اللي طلع عليكم من قناة بينونة وبينونة تراها دائما وابدا اماراتية مرحبا فيكم ودائما نذكركم بان يعني مروان انت الحين ما تبغى تقدم اليوم تعبان وفي نرقاد انت ليش مصر انت ليش مصر يا صدحك انت ليش مصر تغير المعنى بينونه تراها اماراتيه زين انت لا بينونه تراها ابدا واحتمالا وابدا وفي مستقبلا اماراتيه ليش تبغى تطولها هو هاشتاج الناس اللي بيدخلون يسوون هاشتاج بينونه تراها اماراتيه على طول بيحصلونه في تويتر ولا في انستغرام هذا ليش هالطول هذا في الهاشتاج زين هو يباز زيد وانا ابغي انا ابغي قناه بينونه تتم دائما وابدا حول يعني انت شو بتغير الهاشتاج جمال شو الهاشتاج بعد فريق عمل يالس عشان يختارون شو اسمه الله يهديك عموما اعزائي المشاهدين وكما عودناكم في كل حلقه احنا عندنا سؤال حسودي ما هو الحين مقهور ليش ما يبغاني انا اقدم ما تشوف هذا عفكي ها ما اسمعك اوه شفت البنات الصغار شفتهم يا ريال الله يطول لي بعمار بحبايبي لا ونعاد يعني ما شاء الله علينا طلعوا حرتنا طلعوا اسعد شهر بشر سعد بشر سعد انت قولها ايه اخر شيء اول لا اخر شيء اول تعالي استوينا جمال مروان علقوا ايه علقوا علينا صار يبون انتقبون قالوا حش ندور عليهم دخلوا اليوتيوب يطالعون طالعوا الحلقات قالوا برقلد هاتي ايه والله بس يعطيكم الف عافيه يا نوف يا شمسه والمجموعه كل عموما اعزائي المشاهدين حبينا اذكركم في الاسئله كل حلقه لنا سؤالين والسؤال هاي البريك اعطي معلومه جديده مروان معلومه جديده ايه لا مفاجاه لا ايه مفاجاه لا في بس مفاجاه ان شاء الله ان شاء الله بس نتري الاكيد بس من الاخوان ان شاء الله يعطون الاكيد ان شاء الله بتكون في احنا طبعا مثل ما عودناكم اعزائي المشاهدين في كل حلقه عندنا سؤالين وكل سؤال في رابحين اثنين رابحين وفي سؤال اللي هو سؤال البريك 1000 درهم ونذكركم أعزائي المشاهدين بأرقام التواصل 02-50-60-66 عشان مروان ما يزعل بس قلهم المسجات رقم كم المسجات أعزائي المشاهدين ما شاء الله اليوم وايد أوراق عندي رقم التليفون 02-50-60-36 الاسم اس للاتصالات 5085 ودو 2140 وعب إذا حابين تقترحون ولعدكم أفكار للبرنامج تقدرون تواصلون عبر الإيميل shafaya@bainuna.ae ولا ننسى طبعاً نحيي ونرحب الوالد الدائم اللي كان منقطع عنه صحنا أسبوع ما كان موجود بس يعني ملائكته موجودة وهو ويانا دائماً وأبداً بيكون ويانا هاي أبداً هم ما يحب أقول دائماً وأبداً بس أنت دائماً وأبداً في عيوننا وقلوبنا يا الوالد جزاك الله خير نعم. بتقول لي بعد الحين جمعة هاشتاق الحين قل لي بعد أنت والله أنا بعرف منو ماسك لها الحساب مال الانستغرام ليش؟ اول باول الصوره حصري طبعا الوالد إيه بعد هو موصي حد عنده في البيت حبيبي وصل كانوا تشوفون صوره طرشوا حطوا بس لا يعني حسابه فعال في الانستغرام لا يوصل واسوي له لايكات انا بعد سمع انت شوف انت مره من تزيد عنا من نسيتنا انا اسوي لايكات بس انت ما تنتبه شي
عاد احنا بعد شوف بخيل بس سوى لك لايك، اكتب ملاحظه، اكتب شيء، ما هذا. وبعدين تعال سؤال، تحط رقمك شو اسمه في الانستغرام؟ رقم تليفونك؟ لا. شو قاله؟ ما ادري. ليش بيتواصلون وياك؟ يمكن في برامج تطلع لك، يمكن في ناس، يمكن عرب يبونك. هذا اللي حاطينه كله هذا؟ ايه. انا ما اعرف عنه. كم تعرف عنه؟ هم يقولوا لي بس احنا اخذنا وسوينا وسوينا وطرشنا وسوينا وسوينا. انا تليفوني هناك، برامج عقب البرنامج. صور حصريه يوم صار لواء. صور بول بول ما شاء الله. كل الحين هم مين يصور له؟ مين ينزل له الصور؟ بعد جيب الوالد ما يحتاج سكرتي. نعم عنده سكرتير وعنده شو اسمه السايق. الله اكبر. عنده الناس، عنده شركه كامله اسمها انستغرام. اوف. ايه عندي عندي مرت عمك، بنت عمك في المديره في ما شاء الله مستشفى قريب. ما شاء الله ما شاء الله. والهلال ومقدمه في الهلال الاحمر. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص على بنبيع هذه لهم كل شغلات. بنبيع المركب، بنبيع المركب وريع حق الهلال الاحمر. لا 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 تقرب صوب هذا. حيوم ما شاء الله اختي تداوم في الهلال الاحمر سبعه ما يستوي. ما علم ما علم. لا بالوالد بس في خط احمر كذي. ايه يعني يعني انه يوصل انه يبغي يبيع ما يستوي. هذا طالع ما يستوي. الحين البنت ما تشد الا الظهر في ابوها. انت الحين اذا ما عليه ما مشكله. واختي الحين تداوم في الهلال الاحمر وابوها موجود عنده ما شاء الله. هذا خي بيع. ايش حق تبيع؟ حق الهلال الاحمر. اعطيها اكثر عنه. يا الله اكبر. اكثر عنه قيمتي بعطيها. الحين انت يا مروان ايوه تبغي تبيع تراثك؟ انا ابيع تراث. شوف شوف ايوه انت شوفوا هذه شو هذا غرض الانسان. لا 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 غرض الانسان ما يخص في شو صادوك الناس تراثك يعني اللي ما له ما له حظ. جمال جمال انا اتمسك بالتراث لكن ما تشوف طفل جائع وتبيع تراثك عشان تبيع. ها اخذ قطعه من تراثي. والله اكبر. شو هاي الحنيه هاي؟ الله اكبر. لا لا عطى عطى قطعه من قلبك. شايف رسوم رغيف؟ هي حليل مسكين كلهم ياكلون منه الا رغيف. مو يوم يجيب حد يعاني يقطع عقب يسيخ بزراسه من اول يسيخ بزراسه ويدش في التنور يسيخ خبزه ويطلع. وانت تغني على الحجرات ها؟ نقول الحين مروان سيد رغيف قاعد يعطي كل واحد كل يتيم يبغى يعطي قطعه من قلبه. نعم نعم يا رؤوف يا رحيم يا الله. نقول اعزائي المشاهدين السؤال الاول وكنتوا جالسين تريون على حرم الجمر. نقول الموك تعني طرف العين من الأعلى أم طرف العين من الأسفل؟ الموك الموك وما أدراك. جتر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. بسم الله. هود هود مروان والله تسويها. والله العظيم في حركة سويها جمال من ثلاث سنوات تنرفزني. والله تسويها. لا لا والله تنرفز. لا مروان إذا والله طال الكاميرا سوي. لا 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 مروان مروان أنا نرفز كنت ما يتنرفزون. يرمش في الثانية 36,000 مرة في الثانية. والله والله شو أوريك؟ ارمش بسرعة. لا 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 أنا أول متصل إذا متصل هذا أسويه. طلب مني المتصل أسويه. أحمد من أبو ظبي. الوالد نعم. أحمد من أبو ظبي. مرحبا يا أحمد. انا نخلي الوالد يتقبل هذا ياخذ اتصالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش اخباركم يا مروان؟ مرحبا مرحبا يا احمد. ايش حالك؟ بخير الحمد لله. ايش اخباركم انتم؟ يعني مروان بس اللي هو عنده اسم. انا والوالد ما لنا اسم يعني. كلكم كلكم. لا ما في كلكم. عندك جمال وعندك الوالد جمعه. يعني ايش معنى مروان؟ قلت مروان كلكم. اوكي كلكم. اوه بعد قال كلكم. لا ما نبغى كلكم. بدي تهني يعني. سمعت السؤال يا احمد؟ لا ما سمعت. عيدوا لي اياه. شو هو الموق؟ الف لام ميم واو قاف. الموق تعني طرف العين من الاعلى ام طرف العين من الاسفل؟ طرف العين من الاسفل. شو ايه مروان؟ ان شاء الله الاجابه تكون صحيحه يا احمد. شكرا لك. صدق يقرا ويسوي حروف هذا. ناخذ اتصال ثاني. اعوذ بالله اعوذ بالله. شمه من ابو ظبي. مرحبا اختي شمه. مرحبتين اخوي. كيف حالك يا شمه؟ الحمد لله بخير. شمه اللي بياخذ اتصالك الحين الوالد جمعه. عندك الوالد. حياك الله. مرحبا. ايش حالك؟ هلا هلا ابوي. كيف انت؟ ابوك الجنه ان شاء الله. امين ان شاء الله. شو السؤال هي اليوم؟ ان شاء الله طرف العين من اعلى. شو رايك؟ ما عندك تحل؟ ما عندك تفند؟ ها؟ أبو ما عندك تقول شي ولا شي؟ نقول بالأسفل؟ إن شاء الله بنعتمد إجابتك إن شاء الله الثانية.
ان شاء الله نعتمد الاجابه ذا. من وعدنا من دبي ضحى. ضحى ضحى السلام عليكم يا ضحى. سلام، شو اخبارك؟ خير الحمد لله، شو اخباركم؟ الله يطول ضحى. من وين تكلمينا يا ضحى؟ من دبي دار الحي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. زين صوتك بو... لحظه وين الصوت؟ هالصوب هالصوب ما اسمعنا. ضحى ما اسمع صوت. ما اسمع صوت. أفا. نعم وين انت ضحى؟ نعم الله ينعم عليك. شو تسوي في المطبخ؟ ايش بعد خلص الفطور لازم يصير وش اسمه نظم الصحون. من الصوت يا صدي؟ هي سوي حلويات سوي شيء يا اخي لكن تت وبعدين تت يا ضحى يا يا تاخذ القطاوة اللي عندك صدق؟ لا لا ما القطاوة ما 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 تدلع على القطاوة. ورا مروان القطوة. وي وي ورا مروان القطوة يا شفت؟ ويا ما ترباي على القطاوة ما حد يربيهم كل واحد المثل. أنت مربي لهم جايب القطاوة. أنا روضت القطو. أنت تعطي القطو قطعة من قلبك عشان تربيهم. يا هالقطعة قلبي خلص ورا من كثر ما أعطي. سمعت السؤال يا ضحى؟ بس قبل السؤال أبغى أقول قصيدة. قولي. حياك الله. قول تعال ضحى. ترحيب ينشر في الاخبار، ترحيب من شاعر تحرك شعوره، يا مرحبا ترحيب يكتب بالانوار، والنور عمل مكان مع حضوره، بينونه مثل برق يبشر بالامطار، والقلب وجودك تزايد سروره. الله صح الله رسالك. ها ها البيت اللي قبله هذا اللي هذا اللي ما ادري شو نوره هذا انا. لا ايه والحين لا يوم اقول لك حسود البيت عيد البيت هذه ما ادري شو نوره. وين اي واحد اللي قبل بينونه قبل بينونه والنور عم المكان مع حضوره هذا انا اول احنا وجهك ها الوالد يا لز بد عمرك على الوالد الوالد نوره طاغي ما يحتاج مروان والثاني ما تبينون بعد عيديها بارك الله فيك عشان نحط اسمك في السحب بدون ما تجاوبين برق يبشر بالامطار الله اكبر حطوا اسمها بين هذا لا 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 هي مخادعه الحين مخادع كيف مطر في الصيف والله عارف الجواب بدون ما اقول كيف 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 مطر في الصيف هاي ابيات شعر غير ايش اسمه ليش ايش كيف تقول ما ادري شو بينونه فيها مطر وين ما هي مطر في الصيف امطار صيفيه ها وغيوم شتويه ويه لا لا هاي برد 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 عندنا ايش بلاك انت خلاص خلاص اسمك ان شاء الله بيدخل السحب يا اختي العصر الجليدي قام يزحف نعم العصر الجليدي قام يزحف ها مطر في مسافه يقول لك من يومين لا لا هي نعم وبابا دريا رد الحين مره ثانيه في بحر الخليج نعم نعم وانت تقول لا ماشي لا انا كل عاد اعتبره خزعبلات قولها هاي خزعبلات 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 هذا ما تعلس انا والله العظيم من اليوم احلى كادر في البرنامج كادر عطني لونج عطني لونج والله ما قلت شوف علم الامارات جالس يرف الله. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله كل يوم انا اكون هني من وعدنا من العين صفحه صفحه شو حفصه صبحه 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 سامحيني يا صبحه هلا والله ايش حالك اختي الحمد لله ايش حالكم الله يصبح ايامك كلها ان شاء الله بالنور والسرور والسعاده يا رب امين امين سير الله مروان ها مروان نعم سير ما اسمعك اختي ها سير صار سير شو ها هاي حق جمال شو ها هاي الشف هاي الشفرة هاي لا حق مروان هذه أفا سير لا سير لا أعطيك ذي وأشكرا ما عليك لا تستحين قولي سير لا 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 هي لا قلت يوم ينسى هي أسرع هي مو بطيئة أنت أقولها حق مروان هي مو بطيئة هي أسرع سير لا سير لا ما حتى الحروف ما تنسمع شو يعني سير لا يعني اذهبوا الى اذهب الى الجحيم يعني زين والاجابه سير الى الاجابه سير الى يلا يلا يا صبعه الموق طرف العين من الاعلى من الاسفل طرف العين من الاسفل شو رايك انت والله والله اذا بسير على شلون مروان تحمل اعاده انت كيفك نقول سير لا ولا سير لا عين توكل على الله لا سيروا لا بس سيروا لا غير عن اللي يقصده في المسلسل سيروا لا يعني سيروا توكل على الله صحة وسلامة يعني طول بعمرك يا صبحة جزاك الله خير مشكور على اتصالك ليش يبينا ماي حار اليوم لا لا مو ماي حار لا 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 والله جد هاي الماي اسوي في عيش انا منو من راس الخيمة عندنا ماي حار اوه مها مها من وين من راس الخيمة مها 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مها 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 هلا ايش حالك يا مها ايش اخبارك يا مها
والله بسرعة اسمه بسرعة خلص. ما ها ما ها سمعت السؤال يا مها؟ سمعته. شو الموج؟ اللي هو طرف العين من الأسفل. الحين سؤال ولا جواب؟ هو الجواب. الجواب بس انت بصيغة سؤال. بس انت قلتيها بصيغة سؤال. توكلي توكلي ان شاء الله. توكل على يا ها وان شاء الله. مع السلامة. والله الطرب اسمعوا الطرب تسمعون الطرب. لا والله ما اسمع شيء حتى الكنترول ما اسمع اليوم. هي الحين اول واحدة. شو عود عود ها عود جديد. شو عود هذا يسمون لا اله الا الله. عيل هذا شو عيل؟ ها؟ ها شو ناي؟ لا صفقة صفقة يقولك صفقة صفقة. أنت تعرف أي سؤال هذا بتضحك علي. صفقة مال غير واللي حاطين أنتم غير. هم حاطين مال تشجيع. غلط وهي غلط الصفقة هاي غلط. أعرف اللي عنده منو. منو؟ فهد. أوه فهد ربيعنا من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله فهد، إيش حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا مروان؟ خير طول بعمرك يا اخوي فهد. جمال كيف حالك؟ الله يبارك فيك عز مقدارك. والوالد جمعة كلكم الله يبارك فيكم ويسلمكم. الله يسلمكم ويعافيكم من الشر. الله يبارك فيك الله ان شاء الله. الله يبارك فيكم ان شاء الله. ان شاء الله الجواب طرف العين من الاسفل. طرف العين من زين تعطينا معلومة زيادة على هاي المعلومة؟ يعني خصوصية العين من الاسفل بالضبط. وين تودي شو تسوي؟ والله تبى صدق ما عندي معلومة يعني. إن شاء الله. إحنا بنقول معلومة إن شاء الله بس إن شاء الله تدخل ويانا في السحب وتفوز مو ب 2500 طرش مسج 2500 مني و 2500 مني. نعم نعم. الله أكبر. آه أكبر. عزيزة من السعودية. مرحبا يا عزيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الله كيف أنت يا عزيزة؟ والله الحمد لله. كيف أمسيتي يا عزيزة؟ الحمد لله. أنت عساك بخير إن شاء الله. برنامجك كيف ويا برنامجنا كيف وياكم؟ ما شاء الله مرة حلو والله روعة. الله يبارك فيك إن شاء الله. من يستمر كمان بعد رمضان؟ والله إن شاء الله نتمنى. إن شاء الله يا رب. نتمنى إن شاء الله. هم يسمعونك الحين ويكتبون لهم ملاحظات. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إجابة الموضوع طرف العين الأسفل. حتى احنا بالسعوديه نقولها طرف العين من الاسفل. طرف العين من الاسفل. زين انا دام انت اقترحت اقتراح ان البرنامج يستمر لين بعد رمضان. انا واحد ما عندي مانع عشان خاطر عيونكم ما عندي مشكله بس نشوف هذا الحسود اللي جالس عدالي. بعدين شوف ثلاث محور كلامه. قال اتمنى يستمر البرنامج بعد رمضان يعني قصده في العيد. لا لا لا, لا, لا. انت اللي ما تبغى تسمع. ليش انت كملت بالعكس؟ هي. يا الله انا احب اموت بشغلنا. لا يا الله شغل احد يضحك لكن خليني اخلص البرنامج ويودني من هنا ليش تورطني؟ هو بس يبقى في العيد ساعتين بس ما يبقى يكمل. ان شاء الله المفاجاه اللي كنا نتكلم عنها بدايه البرنامج ان شاء الله راح نكون مستمرين معاكم بعد شهر رمضان المبارك في عيد الفطر لمده ساعتين بالاخذ والعطاء والاسئله. ثلاث ايام. ثلاث ايام ان شاء الله. ثلاث ايام العيد ساعتين. حددوا من الساعه كم لساعه كم؟ والله ان شاء الله احنا يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالى قول لي جابه غاز قلت لي جابه طرف العين عزيزة قالت نعم عزيزه جاوبت مشكوره يا عزيزه ان شاء الله تكون لي جابه صحيحه الله يسلم الوالد احنا يا الله بعد ما يخلونا نسولف مو بادي يا اخي الوالد مو بادي ايوه 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 يا دريبي هاي شفتك الوالد نعم حالك بخير سلم حالك الله يسلم يا مرحبا عاد الوالد اليوم نبغى نتكلم خلي جاب الكاميرا هو بلاك شيء انت ابوي جدانه طالع جدانه شاق علينا ما يبقى قلب اسود اليوم هذا طا طا طا. لف لف عدله ها اقول لو سمحت يعني هاي خصوصيات زين لينك بيني وبين الوالد الله يخليك تفضل تفضل الوالد دام عندنا اليوم هذا المحمل او المركب نعم اول شيء هو مركب ولا شيء لا هذا شو يسمونه هو يسمونه هذا محمل صمعه ما تغوص صمعه ايه اسمع صمعه ايه هو صمعه مال سلاح اذا اوروبا لا مال غوص ايه مال خيال زين عاد الوالد احنا دائما احنا الصمعه هاي قدامنا نعم نبغي يعني نروح هناك عند الصمعه هاي ونشوف بعض الاشياء نسالها ونخلي الجمهور يستفيد شوي من بعض المعلومات اللي بتعطينا اياها ما عندي اذا ما تمانع بس ايش يقول الكنترول الكنترول كنترول انا هني عيب يا عمي والله شو رايك نروح هناك يا اخي اسال المخرج هي صح المخرج انت مدير قول حق المخرج ممكن نروح هناك عشان يجهز لك الكادر ها أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين نطلع فاصل قصير وبرجع لكم إن شاء الله
خالد، احنا ما شاء الله جينا عند الصمعة. نعم. الصمعة هذه اللي كانوا يروحون يدشون فيها الغوص. الغوص. في انواع ولا بس هي هاي؟ لا، فيها الصمعة. انواع، فيها الصمعة، فيها الجالبوت، فيها يعني مو بشكل واحد. مو بشكل واحد. اشكال وانواع. وعلى كبر العالم، عند العالم اللي عنده مادته، اللي عنده يقدر يسوي محمز يشيل 40 نفر، واللي يقدر يشيل 120 نفر، واللي يشيل 80 نفر، واللي ما شاء الله. شوف هذا كل واحد عنده ماديته على قد ماديته. ما شاء الله. زين الوالد، الحين بنعرف الحين هذا هاي الصنعه هذا يسمونه دقل. نعم. دقل واحد بس في بس دقل واحد. هذا مال الغوص. سعاي الغوص والبحر كله دقل واحد. دقل واحد. الا القطاع يسمونه السفار اللي يحمل سامان من بلاد ينزل البلاد، يحمل من بلاد ينزل البلاد، هو يلد قليل. ما شاء الله. زي الوالد، الحين خلينا نتعرف على الصمعة من الداخل. النوخذة. نعم. النوخذة وين مكانه الرئيسي؟ مكان الرئيسي هني فوق الشبرية. هاي الشبرية. هاي الشبرية هني فوق. هاي الشبرية. هذا لكن جلست الأكثر النهار كلها هني. الشبرية الصغيرة تحت. ما شاء الله. هذا على أساس إنه يشوف الغاصة. يشوف الغاصة ويشوف حركة السيوب. حركتهم نشتهم قومتهم. وهذه حق شو الوالد؟ هذه لا، هذه لا، هذه لا. الاول ما شيء فودر، ما شيء صابون، ما شيء. يحطون فيها قرط ماشير، يصبون فوق الماء في مسافه الشهرين او ثلاثه في الغوص. الغواص يجره هذا القرط، يتفركبه في الليل، يصبح الصبح خايز. القرح. إيه؟ شو قلت لي المكونات؟ قرط. قرط هاي يسمونه قرط. في شير مال قرط، اشجار حمال مالهم يسمونه قرط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلصت؟ شوف شوف والله، شوف مثل الشيطان طالع. مثل الشيطان يقول. هاي بعد يقول مثل الشيطان، الا الشيطان بعينه وعلمه. لا لا حش ما شاء الله عليه. زين، في حد فوق هنا؟ ايه. ها؟ في منو انت من فوق؟ انت شفت تحت؟ بال وخشب. وخشب. هذا الغاصة اللي يتعبون وايد تشرح لهم غير لازم في وقت النوم اقوم ما يدبغون بهذا، يسمونه دبغ. يدبغون بهذا يرقدون فوق. تضربهم الشمس وتسوي لا لا في الليل هذا حق النوم. شو قايل؟ ايه شو قايل؟ ايه ايه هذا حق حبال تحت. تحت حباله وكل شيء. خير ان شاء الله اخوي. ها؟ كم تبيعون؟ نعم؟ شراي. شراي طال عمرك. اقول. نعم. هذا ما ينباع. هذا ما ينباع. انت تنباع انت الحين الوالد يسوي عليه مزاد. ها؟ منو؟ ما تسوون عليه مزاد يا ريال شراي. لا لا, لا, لا انت تسوي عليك مزاد. هذا مو ماله، هم مال طال عمرك بيع وشري. نفتح مزاد مع الجمهور. نفتح مزاد مع الجمهور الزين. نشوف كم. يلا يلا يلا. شوف. يلا حق الهلال الاحمر زين. هذا انا ضد انك تبيع. لا شيء يبيع. هذا ما ينباع. لا عفا عليك يا اخوي. زين. ها. غرض انساني يا جماعه الخير، ليش ضد الانساني؟ تسالني عن هذا. هي. هذا يسمونه بلت. بلت اللي هو الحزام؟ بلت. لا بلت. مو بلت. ها. بلت غير بلت. 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 ها ها. شوف يا بلدي يا مصقوع، هات علام القوع. يا بلد يا مصقوع، هات علام القوع. هذا يجيب علام القوع. وين في محار ولا ما في محار؟ ان شاء الله. هي. الحين احنا هاي المعلومتين ثلاثة اخذناهم. نعم. وان شاء الله بعدنا لنا شوي 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 على الناس شوي شوي يفهمون. والله هذا بك ايش تسوي؟ انت ايش تسوي؟ العب باي سبس. ذيك مرة يعايب علي يقول لي ميزان المحكمة. والحين؟ طالع الحين. الحين ميزان المحكمة. ميزان العدل. ميزان العدل. يلا نقول برنامج الامثال ولا نقول شو اسمه؟ كنترول. شو السؤال الاول؟ كنترول. يلا برنامج كنترول. برنامج المثل. نسحب مال برنامج المثل. برنامج المثل الفايز ويانا. لحظه خلينا بس برنامج المثل نقول يا جماعه الخير، برنامج المثل الحلقه رقم 22. الجواب طبعا اللي في الجدر يطلعه الملاس. نعم. اللي في الجدر طلع الملاس. نعم. تفضل. الفايز في مسابقه المثل حلقه 22 الجدر من طلع لنا ورقة واحدة. هذا بلاه. ما أدري اليوم شيء بلاه. مو صاحي اليوم. لا صاحي لكن بس تركيز شوي. ها راونا راونا أشوف.
شوفوا اعزائي المشاهدين اتصالات ما شاء الله والاجوبه الجفير ما شاء الله، هذا كله بس حق برنامج المثل. سحبنا هذا كله مال حلقه رقم 22. نعم نقول مبروك حق الاخ محمد محمود نوح. محمد محمود نوح اللي هو رقمه 5853 مبروك اخ نوح. وهذا ايضا من السؤال الاول. السؤال الاول، السؤال الاول حقتنا اليوم، شو هو البوق؟ البوق لا ها البوق اي نعم الموق الموق شو البوق؟ الموق الموق. انا حبيت اشاكسكم، احب اخادعكم بالسؤال. لا انت دومكم خالف. هذا يمشي على خالف تعرف على هذا المثل. والله هذا اكيد اسمس. هذا اسمس اقول اقراه ولا بتقراه انت؟ لا لا شيخه 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 علي راشد 8886 للبيع. شيخه علي راشد للبيع. للبيع احنا حاضرين ب 2500. نعم يعني بناخذ رقم ونعطيش فلوس. بعد بسم الله ان شاء الله. شكرا شكرا جمال، شكر صراحه الله يطول عمرك. اقول مبروك الف 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 مبروك. منو؟ فهد. هو فهد؟ فهد ناصر سيف من ابو ظبي ما شاء الله عليه. الف مبروك 2500 درهم مقدمه من قناه بينون وبرنامج شفاي ومن مروان وجمال وعم يمعن والمصورين والكنترول ومن مينا ومن جمعيات الخيريه بعد كلها مره واحده والهلال الاحمر. لا اله الا الله غرض انساني يا جمال. نقول سؤال ثاني يا جماعة الخير. يا توكل على الله. نقول سؤال ثاني أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين السؤال الثاني نقول أقرأ أنا ولا أنت؟ دور أنت أقول ها؟ يقول السؤال الثاني من هو القائل؟ سعد الليالي صار نتراح تراح وتبدلن عقب الطرح نوح نوح من عقب ما ناصرت مرتاح تراح بالي وباب الوصل مفتوح. من صاحب الأبيات أعزائي المشاهدين؟ هل هو محمد المطروشي أم سالم الجمري أم سعيد بن عتيج الهامني؟ بدون مساعدة يا شباب. بدون مساعدة يا شباب. نعيد الأبيات مرة ثانية. سعد الليالي صار ارتاح أو تراح وتبدلن عقب الطرح نوح من عقب ما ناصرت مرتاح بالي وباب الوصل مفتوح. يلا أعزائي المشاهدين خذوا وقتكم وقولوا من صاحب هاي منو وعد هيفا ولا هيثم؟ هيثم هيثم هيثم. السلام عليكم يا اخوي هيثم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش حالك يا اخوي؟ السلام الله يسلمك. الحمد لله والله بخير. الله يسلمك. الله يطول عمرك. سمعت السؤال الثاني يا هيثم؟ لا والله عيدنا يا لو سمحت. يا مال ما سمعته. السؤال يقول من هو القائل؟ هاي الابيات. سعد الليالي صار نتراح تراح وتبدلن عقب الطرح نوح نوح من عقب ما ناصرت مرتاح بالي وباب الوصل مفتوح. عطني الاختيارات. ها عطني الاختيارات. ها آه كنترول في خيارات كنترول يعني قلنا نقول هل هو محمد المطروشي أم سالم الجمري أم سعيد بن عتيج الهاملي؟ سعيد المطروح سعيد بن عتيج الهاملي؟ إيه إن شاء الله. أنا والله والله شارك فيها. إن شاء الله إن شاء الله يا أخوي إن شاء الله الإجابة تكون صحيحة يا أخي. عبد الله من العين مرحبا أخي عبد الله. مرحبا مرحبا كيف الحال؟ أول بعمر حالك الله يبارك فيك. كيف حالك يا أخوي عبد الله؟ تمام الحمد لله. عبد الله تعرف الإجابة؟ إن شاء الله سالم اليمري. سالم اليمري سالم اليمري إن شاء الله إن شاء الله إجابة صحيحة صحيحة. ناخذ سريع سريع ناخذ صلاة أسرع. ألو السلام عليكم. منو؟ أسماء. أسماء من السعودية مرحبا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أسماء؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. احنا بخير دام انتم بخير. تعرفين الاجابه يا اسماء؟ ان شاء الله الشاعر سالم محمد الجمري. ان شاء الله اجابتك تكون صحيحه وتدخلين معنا السحب وتفوزين ب 2500 مقدمه من بينونه. الو نقول الو. مو بحافظ اللحن. بيسمعوا سمعوا سمعوا ما عليكم سمعوا ان شاء الله. الو
الو منو ويانا؟ سعيد من العين معك. سعيد مرحبا ابو سعيد، كيف الحال يا مروان؟ الله يطول بعمرك يا اخوي سعيد، شو اخبارك؟ الحمد لله. جمعه وش حالك الوالد جمعه؟ الله يبارك فيك ويسلمك جمال، عساك طيب ان شاء الله. الله انا طيب دام انك سالت عني. جزاك الله خير ان شاء الله، دوم بخير انت ان شاء الله. الله يبارك فيك. سمعت السؤال يا اخوي يا سعيد؟ اي نعم. واللي جابه؟ سالم الجمري. سالم الجمري، ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه يا اخوي يا سعيد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وناخذ اتصال جديد. شوفي يا اخي معلق. لا انت ما تشوف ايش اسمه؟ ما يعيب شيء اسوي، اي شيء اسوي ما يعيبه. شو هذا شو اسمه؟ زين وارد. نعم. لا اله الا الله. محمد رسول الله. وقفت اللقماني. شو قصدك هو اللي جايب هذا؟ انت من عينك. شوف الحين ذكرتك انه هو جايب شو اسمه؟ ها. رديت علي انا. شرب شرب. اقول بلاكم انتم بكم مال ماجسي. ايش دراني؟ يلا يلا قول جمال، في اتصالات وايد. شوفي اتصالات ناس تريق. لا اخذ كلمة. شو؟ اتصالات شو؟ وايد اتصالات. لا اتصالات وايد. شو يعني وايد هاي؟ يعني يعني اكبر من وايد. يعني وايد غير وايد غير مال وسع وسع وسعت الوايد. زين والد، يعني الحين يوم تشوف انت الصمعة هاي. نعم. شو تتذكر؟ اوه شو اتذكر؟ اتذكر حياه يعني حياه. يعني يوم عينك تجي على الصمعه شو تشوف؟ شو تشوف؟ اشوف عالم ما راحوا وما كانوا مكانهم. الله اكبر. وتتذكرهم؟ تتذكرهم وكل شيء. سوالفهم سوالفهم. انت ما شفت مال الغوص؟ فيلم الغوص في دبي الحين يعرضونه. هذا فيلمنا نحن مال السعديات. ما شاء الله. هي كل هذا مال السعديات. اللي بالابيض الاسود. هي صح. في هناك ما يعني مادة فيلمية صارت تعرض بشكل دائم، يعني خاصة اللي متكلم عن رحلة الغوص في الإمارات. هو فيلم واحد يعني، بس تعال شوف يا أخي شوفوا. أنا بعرف من هل كان مصور هذا؟ هل كان إنجليز عمي؟ إنجليز كان مصور. مبين من العدسة مبين. كان من العدسة مبين. اللي فيه هذاك يوم يطلع على الحين سباق الصير، يحطون سباق صيرهم. سباق الصير نطلع لك فيه ربعنا كلهم فلان 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 فلان، تقريبا حوالي 200 250 نفر. خلاص راحوا. ما شاء الله. الله يرحم من توفى، والله يطول بعمر من تم يا اخوي. نقول الايميلات اعزائي المشاهدين، وصلتنا العديد من الايميلات. رساله شكر خاصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، بارك الله عليكم الشهر. والله ما أعرف من وين أبدأ كلامي، المهم أنا أخوكم بن عمران من الجزائر. تصوروا أني أنا الحين من متابعي القنوات في الشهر الفضيل، ولكن هذا اللي اسمه جمال الصميطي والأخ مروان في حصة شفاية خلوني أصير مدمن على متابعتهم، أفطر عليهم وتسحر عليهم. أصابتني عين جمال. حشا مو مروان جاء كوكايين. أصابتني عين جمال. يضحك يضحك مسكين. المهم أرجو أول مرة أشوف حد يكتب الضحك. هاي الضحك هاي. المهم أرجو من أصحاب قناة بينونة إنه يمدوني بإيميل الفنان جمال أو مروان، والله أريد أشكرهم مباشرة وأتمنى أن يلبوا لي طلبي هذا. أرجوكم، لكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير والتميز يا قناة بينونة، ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام إن شاء الله. أخوكم بن عمران عمر. شكرا لك يا بن عمران عمر، وسلامك وصال، وشكرا على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذا المسج الجميل. آمين يا رب العالمين. نقرأ إيميل ثاني الوالد. نعم. يقول يعني أخوكم من الساحل الشرقي للخليج، هذا يقول السلام عليكم، صراحة كل برامجكم رائعة، على الخصوص برنامج اللي يخص أقوال ونصائح للراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل الأهيان رحمه الله. عرفنا أكثر من أعمال وأقوال الشيخ العرب، رجل كبير، نصائحه وأقواله وأفكاره ثروة، كان عنده الخير والكرم، بس كل اللي عنده ما خلى لنفسه، يعني ما لا ادخر المال ولا الثروة لنفسه، عطى شعبه، خدم شعبه، حيا شعبه، وغير شعبه، ودوم رافع يده للمساعدة للمحتاجين والفقراء سواء في بلاده أو خارجها. رحمك الله يا زايد الخير، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ربنا يرزقه الفردوس الأعلى بإذن الله، وهو وجميع موتى المسلمين. جزاك الله خير أخونا من الساحل الشرقي للخليج. جزاكم الله خير وشكرا على إيميلاتكم وعلى مستمر. معنا خالد من أبوظبي، سلام عليكم يا خالد.
خالد. خالد. الو. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش حالكم؟ انت ايش حالك؟ احنا بخير. خالد. بخير الحمد لله. خالد. خالد. مبروك الشهر عليكم. الله علينا وعليك. خالد. مبروك العيد مقدما. الله يبارك في حياتك. الله يبارك في حياتك. خالد. 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 خالد سمعت السؤال يا خالد؟ زيغت انت الحين. سمعت السؤال؟ ابو زيغت. عفوا الجواب. شو الجواب؟ هو ما سمع السؤال بس عرف الجواب. منو؟ سالم الجمري. سالم الجمري. يا اخي ايش بلاك التوك هذا؟ عادل. عادل من العين. عادل سلام عليك يا اخوي. عادل اخوي. عادل. عادل يا عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك يا عادل؟ الحمد لله. ايش حالك مروان؟ بخير الحمد لله يا اخوي. انا شفت كيف حالك. نسيتني. عادل. ها يو عادل صديقنا. لا انشغلت يا عادل والله مربوش. وجمال شاهد بعد. هي تعال. صح 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 صادق صادق يا عادل. زين زين ذكرتنا اليوم ان شاء الله. تتصل فيني مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله يا عادل. سمعت السؤال؟ اي نعم. شو الجواب؟ مالح ولا حامض؟ شو حامض الحامض؟ اه لا 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 مر. الجواب سالم الجمري. سالم الجمري ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه يا عادل. مو ابو عادل يوم سؤال الملح وهذا ها اتذكرها. سؤال عجيب. منو عندنا؟ فايزه من دبي. السلام عليكم ورحمه الله. فايزه. عليكم السلام. ايش حالك يا اختي فايزه؟ انت اسمك فايزه ولا فايزه؟ احنا بخير دامت بخير اختي فايزه. نعم. اختك فايزه. اسمك فايزه ولا فايزه؟ فايزة بالألف. هني يقولون فايزة. هاي يقولي فايزة مو فايزة. لا ها حق المصور. الله فايزة. سمعت السؤال؟ هي. شو الجواب؟ الجواب سالم حمد الجمري إن شاء الله. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا فايزة وتكوني فايزة ويانا الليلة بإذن الله. بإذن الله. سعد الليالي صار نتراح وتبدلن عقب الطرح نوح من عقب وأنا صرت مرتاح بالي وبال وباب الوصل مفتوح محمد المطروشي ولا سالم الجمري ولا سعيد بن عتيج الهاملي. زين نقرأ إيميل بعد جماعة ولا نقرأ إيميل بعد؟ نعم جماعة إيميل. جماعة نقرأ ولا جماعة إيميل نقرأ؟ نقرأ. السلام عليكم جمال ورحمة الله. يا أنا يا أنت يا مروان. يلا لا لا أنت قرأ ما بدي عليك. بسم الله. السلام عليكم جمال ومروان بين قوسين ما كديت والكراني. كالعادة مبدعين يعطيكم العافية. صحيح أن برنامج مسابقات لكن والله أنا مرات تفوتني الحلقة المباشرة لكن أشوف الإعادة في اليوتيوب من زود ما البرنامج رائع وجميل. وصلوا سلامي للوالد جمعة والفنان علي التميمي ولو ما عليكم أمر عندي للوالد يمع السؤال لو يخبرنا عن جزيرة الشويهات وسبب التسمية والسكان اللي فيها. ملاحظة للبرنامج فقط أكثر الأوقات أول وثالث وأربع متصلين ما تساعدونهم لكن السؤال بندور خيارات لكن عقب يحصلون تلميحات حتى تعطونهم اختيارات واعتقد هذا الشيء بوب منصف للي يتصلون بداية السؤال. اخوكم بو مهرة الكعبي. جزاك الله خير. انا وياك يا بو مهرة. انا وياك وقلت اكثر من مرة هذا الحبيب. هذا الحبيب. هذا الحبيب ولا اقول لك هذا العدو. اول شيء اول اربع اسئلة ما يقول عقب يوم عاد مزاجي يعتدل يجيب هذا الخيارات ويغمز ويسوي كذي. انا اروح عيني هالكبر تقول عين طرثوث كله قصير فتنه. هذه طرثوث. عمي جزيره شويهات وسبب التسميه والسكان اللي فيها. سؤال بمهره شو يسموها بالشويهات؟ سموها شويهات لان هي الهج جزيره عازله يسمون الزبوت بسبب هذا وراها حرف ودونها حرف. ايوه سووها شويهات. شاه شاه ايه شاهت في البر المول واعتزلت. مكانها وين؟ شواهت عند غربي الظنة تقريبا حوالي 3 كيلو 4 كيلو. في حد يسكن هناك؟ الحين سكان. الحين كلهم ربعنا فيها ساكنين. ما شاء الله. القبيسات المحارب مزاريع
تتكلم. والتنقل من هنا لهناك مراكب طبعا؟ لا 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 ولا سيارات. سيارة شبه سيارة جزيرة يعني. سيارات ايش بالجزيرة؟ ان شاء الله الاجابه وصلت يا اخوي ابو مهراء الكعبي. ان شاء الله يعني نقرا ايميل ثاني. يلا نقرا ايميل ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشكركم على هذا البرنامج الشيق الذي نترقبه بشوق، بل عندنا ملاحظه. اللهم سكننا في مساكنهم. ليش ما يكون ليش ساكن. في ملاحظه تقول ليش ما تكون المسجات سؤال غير عن سؤال المتصلين؟ ها مروان خليك وياي، لا تاكل برطمك، خليك وياي. يقول ليش ما تكون المسجات سؤال غير عن سؤال المتصلين؟ لان الاجابه تاخذ من المتصل فيكون المتصلين لهم سؤال غير عن سؤال المسجات. انت فهمت؟ ونتمنى التواصل مع الفائزين بطريق الاتصال نفس البرنامج برامج الاخرى، وهذا راي بعض الخوات المشاهدات، ولكم جزيل الشكر. اربطوا يابر يابر يوم بتشوفونه تواصلوا يا يابر ان شاء الله بيتصلوا. جابر البادي ان شاء الله تعالى راح. زين في ايميل معين نذكره ولا على نفس الايميل؟ نفس ايميل البرنامج اللي هو shifaya@bainuna.ae. جابر البادي يلا نجري السحب على السؤال الثاني. تقريبا الجوائز كلها تقريبا بتستلمونها يعني على حسب مبدئيا بعد العيد، على لان الضغوطات كثيره عليهم الجماعه والامور الماليه تاخذ وقت، يعني لأنه مو برنامج واحد يا جماعة الخير، أكثر من برنامج وأكثر من متسابقين وأكثر من مشاركين وأكثر من فائزين كثير ما شاء الله عليهم، فهاي الأمور تأخذ لها لو شوي وقت وإن شاء الله. لكن اطمنوا كل واحد حقه بيوصل إن شاء الله تعالى. نعم نعم. نسحب السؤال الثاني. نسحب السؤال الثاني. نقول مبروك، ألف مبروك للفائز زايد. هذا على أي سؤال هذا؟ هذا على السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هي إجابته نعم سالم الجمري. سالم الجمري شاسل زايد عادل عبيد اللي آخر رقمه 7878 مبروك 2500 درهم مقدمة من قناة بينونة. شو تدور؟ ناخذ سؤال ثاني. أوه بريك. بريك 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 الوالد بريك. البريك البريك يلا يلا وقف 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 البريك وقف وقف. سحب الثاني سحب الثاني. هذا مسحوب هذا الثاني. أقول إيه قول قول قول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك خالد خادم جمعة من أبو ظبي. خالد خادم جمعة مبروك من أبو ظبي. مبروك يا خالد. مبروك 2005. السؤال المفاجأة أعزائي المشاهدين يقول من هو الحاكم الذي حكم إمارة دبي في الفترة من سنة 1906 إلى 1912؟ ما في خيارات ترى يا جماعة الخير عشان نكون صادقين وأمينين وياكم، ترى ما في خيارات. ما في خيارات. ما في أجوبة أبداً. ما في. عبد العزيز من السعوديه تفضل يا عبد العزيز. الو الو مرحبا. الو هلا مرحبا اخوي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اخوي عبد العزيز؟ خير ان جالكم خير. الله يعزك دار منكم صالح الاعمال. امين. الله منا منكم ان شاء الله. شو هو الجواب يا اخوي عبد العزيز؟ العيد السؤال يا ابوي. من هو الحاكم الذي حكم إمارة دبي في الفترة من سنة 1906 إلى 1912؟ خيارات فيه؟ خيارات ما فيه. أنا أقول إذا ما تعرف. ها نعم. ها العم جوجل. الو منو يبين علينا؟ مروان بتول. بتول 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 مو بتول 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 ب ب فتحه على الباء. بتول بتول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اختي بتول؟ الحمد لله بخير الله يسلمكم. مبارك عليكم العشر الاواخر. علينا وعليكم. بتول ولا بتول؟ بتول بتول. انا اقول لك لا ليش يا سنه بتول بتول بتسكين الباء مو تسكين تكسير. على الوالد جمعه الله يطول عمرك. تفضلي تفضلي يا اختي. ممكن نجاوب؟ تفضلي. تفضلي جاوبي يا بتول. البحرين. تعال البحرين. شو اخباركم اول شيء اهل البحرين؟ شو علومكم؟ الحمد لله تمام الله يسلم. سامحينا ما سمعنا انك من البحرين ولا كان
أول مرة والله أشارك ما بغيت اللي يقبض عليك. إذا إحنا بنفوز طرش لنا رهش ومتاي. الله يسلمك، إحنا بالنجاح ولد خاطين شيء أبداً. عفو عليك. نبي بس نبي متاي متاي. وش ويط؟ حلوة شوي. متاي. إي والله يا أختي يا بتي. ممكن أجاوب؟ جاوبي. عفو عليك. ما بيخ إحنا بنتصل فيك. طول بعمرك. زين. لحظة لا. مروان أقول الجواب؟ أقول قولي الجواب؟ قولي الجواب إن شاء الله صح. الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم. بطي بن سهيل آل مكتوم صحيح. الله يا بتون خلقوا له تستاهلين يا بتون. مبروك يا بتون. مبروك يا بتون. عاد لا تنسين البرادة يا بتون. إي والله إن شاء الله. سلامي لأهل البحرين يا بتول. أهل محرق وأهل المنامي كله. كل حبايبنا هنا. بس عود مروان. إي والله. سلاه. موري. طقعه. والله. سلامي كل إخواني حبايبنا يوسف وهلول. كلهم هناك حبايبنا في البحرين. خلصت الأسئلة. خلصت بتول. بتول. بس فازت ما شاء الله عليها بتول. بتول ما شاء الله جاوبت من أول مرة. جاوبت من أول مرة ما شاء الله. والله كنا مستانسين والله بالاتصالات اللي تينا من السعودية ومن البحرين من قطر من الخليج العربي واخونا بني بعد من الأردن هذاكي بعد ما شاء الله ومن مصر واخونا أبو عمران من الجزائر حتى كاتب بالجزائري ضحك بالجزائري شوف ضحك أشوف كيف ضحك بالجزائري صابتني في عين جميل هذا منتخب الجزائري شرفنا في كأس العالم طبعا شو سوى في الألمان ها ماشي إيميلات شوف إيميلات خلصت عندهم مدافع خطير شو اسمه حليش منو حليش حليش بدون مدافع هو لا لا حليش خطير حليش يطوفه هذاك حليش عندهم أبو غرة والله منتخب جزائري يعني أرفع لكم القبعة وين القبعة ما أدري أرفع عقالك عقال أرفع لكم العقال أعزائي المشاهدين منتخب الجزائر شرفنا بالمونديال أنت شو تدور أنا طال عمرك يعني جدا سعيد أنا أسعد وجدا فرحان اليوم لأن صراحة أنا وايد فخور بال يعني التحف الفنية اللي موجودة الصمعة هاي اللي موجودة قدامنا أي والله لكن لا تباع ولا هذا شو اسمه إياني وياك ما عليه ما عليه أنت مسجلنا باسمك ها أنت مسجلنا باسمك لا لا تراث ما عليه لك إيد في الموضوع تراث إمارات يعني مالي لا مالنا كلنا رجاء نحن سبع إمارات سبع إمارات جمال هذا هدف سامي لا هدف سامي ولا محمود اسمعني شوف حبيبي حبيبي إذا لحظة الحين هذا ما يعتبر من التراث هذا من التراث إذا لو واحد حران قلبه في ما بتعطيه يبس يرجع مكانه ليش يرجع مكانه واحد حران بعطيه عشان يهف يبغي يدفع فلوس يسوي له واحد على هذا استغلال شو استغلال الفقراء هذا استثمار يسمونه لا لا مو باستثمار أنت كيف هذا يسمونه استنذال شوف كل من يرى الناس بعين طبعه أنا أقولك صح هذا كلامي كل من يرى الناس بعين طبعه نعم يا كيف هذا كل من يرى الناس عين وحدة عين وحده العينين الهدف الهزائي عندك احب امثل اقول سوينا من هذه المال الصناديق الخيريه هذه اللي سوينا مشهد تاريخي سو عطوا محاضره في الانسانيه انت تقول محاضره في الانسانيه انت اليوم الانسان قبل المكان ها الانسان قبل المكان نعم فانت تحافظ على علاقتك مع الانسان هذا والمكان لاحق عليه هذا تراث اسم تراث لكنه غني في نفوسنا وفي عقولنا ما في داعي احنا نمسك الشيء ونقول هذا التراث ما في داعي التراث ثاني موجود وفي القلب دائما تفهمت علي يا جماعه بس احنا نفهم الناس انه مو كلنا نعرف هذا صدق ترى انا اهلي انا اقصد الوالد الحين ما تعطونا مجال الواحد تفضل 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 دكتور تفضل لا جد خلينا نتكلم انت منو عندك اهم الانسان ولا الجماد انا عندي ابوي اهم من اي شيء زين ابوي مو بانسان نعم اكيد مو بجماد انت اعتبر جماد لان تفكيرك جامد وتفكيرك سطحي وتفكيرك ما يتعدى سقف الانسانيه شو سقف الانسانيه انت تعرف القوقعه اللي انت فيها عايش فيها انت متقوقع انت متقوقع لا لا مو متقوقع مخك هذا متقوقع في قوقعه من شو القواقع حلزون شال بيتي ايه هذا انت متقوقع هذا البعو هذا البعو لا انت البعو انت عايش في البعو روح عمي هذا عايش في البعو لا لا والله ولا يضرب الدنيا نعم يقول يبيع تراث الا يبيع تراث